متدخل عن فريق الأسرار والمعاصرة. سيد الرئيس المحترم. رئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمون، أخواتي إخواني السادة المستشارون المحترمون، سيد رئيس الحكومة المحترم، شكرا على الجواب اللي تفضلت به على أسئلة الفرق البرلمانية. أريد في التفاعل مع ما تفضلتم به أن أؤكد على بعض المقدمات اللي كان أعتقد بأنه ضروري منها. الموضوع اللي كان نقشه اليوم وللاعتبارات التي أشرتم إليها كذلك، المعلومات اللي أعطيتونا على مغاربة العالم، هذا الموضوع تتوفر فيه الكثير من المقومات التي تستوجب التعامل معها كقضية وطنية يفترض أن نعالجها بدون حسابات سياسوية، ونحن متفقون تمام الاتفاق حين أشرتم إلى أن هذا الموضوع يجب أن يعالج في إطار التعاون والتكامل وبدون مزايدات. ونريد كذلك أن نعبر عن طموحنا في أن لا يكون مصير هذه الجلسة كمصير سابقاتها، لأن نفترض أن الكثير من إخواننا مغاربة العالم والرأي العام الوطني كيتبعوا هذه الجلسة ويتطلعون وينتظرون أن يكون لهذه الجلسة معنا وأن تقدم فيها الحكومة والبرلمان الدليل القاطع على أنهما كلاهما واخد الأمور بأقصى درجة من الجدية. ولذلك لا مزايدات في هذا الموضوع، ولكن في نفس الوقت هذا لا يمكن أن يصادر حقنا نحن كفرق برلمانية في أن ننبه لما يجب التنبيه له، أن ننتقد ما يستوجب انتقاده، وأن نتحدث بالصراحة المطلوبة، وأن نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية دون تزويق أو تنميق أو محابات، كل ذلك في إطار الاحترام المتبادل. لما استمعت الجواب ديالكم سيد رئيس الحكومة، وكذلك لما تبعنا الخطوات ديالكم والأسلوب باش دبرتوا الملفات والقضايا ديال مغاربة العالم هذه مدة عام ونصف، كيتبين لنا ونحن آسفون نقول هذا الكلام بأنه كاين الكثير من الأعطاب، نعم الكثير من الأعطاب ومن الأخطاء الفادحة تستوجب التنبيه في أسلوب تدبيركم للملفات ديال مغاربة العالم، ولا بد أن نثيرها وأن ننبه إليها. ورغم أنكم ربما ستقولون بأن هذا من باب التشويش، ولكن نحن نصر على قولها من منطلق واجبنا الدستوري والوطني. أولا، لا يجب تبخيس المجهود الضخم الذي قامت به الدولة ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بمغاربة العالم. كاين مجهود ضخم مؤكد أنه فيه بعض النكسات، بعض الأخطاء، شيء طبيعي، بعض الإخفاقات، ولكن مؤكد أيضا أنه فيه إنجازات لا يمكن إلا لجاحد أن ينكرها. ولكن نحن لسنا في هذه الجلسة بصدد مساءلة وتقييم مجهود الدولة وكل مؤسساتها، نحن بصدد مساءلة الحكومة. نسائل الحكومة ورئيس الحكومة تحديدا، وقد مرت الآن سنة ونصف من تحمل المسؤولية، عن القيمة المضافة لحكومة في المجالات والقضايا المرتبطة بمغاربة العالم، عن الجديد الذي جاءت به، عن المقاربة ديالها، عن الأداء ديالها، عن الإنجازات ديالها، عن الخطط وعن السياسات، عن القرارات التي اتخذت أو تلك التي لم تتخذ، عن الأفعال وليس عن الأقوال. وأسارع إلى القول ونحن نتأمل الحصيرة، أن تقييم سنة ونصف من تدبير الحكومة لكل واجهات ومجالات المرتبطة بمغاربة العالم هي فترة تكاد تكاد تكون بيضاء، إن لم أقل ساطعة البياض. المؤشرات والأدلة كثيرة ومتعددة بتعدد وتنوع القضايا والملفات ديال مغاربة العالم، وسيكون من باب المستحيل أن أقوم بجرد كل هذه القضايا في حدود 15 دقيقة، ولذلك سأكتفي فقط ببعض المؤشرات بإثارة بعض القضايا. علما كيف قال السيد رئيس الحكومة المحترم، احنا كنتكلموا على حوالي 5 مليون ديال المغاربة موزعين على كل قارات العالم، قدموا ولا زالوا يقدمون إسهامات ضخمة في سبيل الوطن وفي سبيل عائلاتهم، ومن المستحيل جرد كل هذه القضايا. ولذلك سأكتفي سيد رئيس الحكومة من باب التفاعل معكم بإثارة 19 قضية، 19 قضية أطرح فيها بعض أسئلة جالياتنا وانتظاراتهم، ونرجو أن يقدم فيها السيد رئيس الحكومة
أجوبة واضحة حول هذه القضايا 19. أبدأها بالقضية الأولى، وهي قضية مرتبطة بما يمكن أن أسميه بالكثير من التحفظ بالمجهود التواصلي الذي تقوم به الحكومة مع الجالية. ملي كنتكلم عن المجهود التواصلي كنتكلم على برنامج زيارات الميدانية التي قامت بها الحكومة بعض الوزراء وشملت كل قارات العالم باستثناء أستراليا. بين يدي وثيقة قمنا فيها بجرد هذه الزيارات اللي قاموا بها عدد من السادة الوزراء من كل الألوان السياسية للفريق الحكومي، وفيها زيارات لجميع الوزراء ديال الحزب الذي يقود الحكومة، وشملت كل العواصم تقريبا وأهم المدن من أمريكا الشمالية إلى كندا إلى آسيا إلى أوروبا الشرقية إلى أوروبا الغربية. وعندما تتبعنا جداول الأعمال وبرامج هذه الزيارات وجدنا بأنه فيها ما يستوجب مساءلة الحكومة بكل الصراحة المطلوبة. ولكن رفعا لكل لبس، نحن لسنا ضد هذه الزيارات، بالعكس نشجعها ونشكر السادة الوزراء على الزيارات التي يقوموا بها، ولكن كاين ما يستوجب المساءلة. يوجد في هذا البرنامج 34 زيارة من فبراير 2012 إلى ديسمبر 2012 شملت كل القارات. يوجد في هذه البرنامج واحد المجموعة من الأمور ليست يعني ماشي طبيعية، علما بأن هذه الزيارات كلها تتم بالصفة الحكومية، ولما تستقبل يستقبل سادة الوزراء في اللافتات وفي البونترون يستقبلون كوزراء مكلفون بالقطاع الفلاني والقطاع الفلاني. أغرب ما كاين في هذا الموضوع هو أن الغالبية ديال هذه الزيارات باستثناء الزيارات باش نكونوا منصفين اللي قام بها السيد وزير الخارجية المحترم أستاذ سعد الدين عثماني، باستثناء هذه الزيارات أغلب الزيارات التي يقوم بها الإخوان الوزراء كاين في جدول الأعمال ديالها قضايا حزبية تتم بصفات حكومية وعلى حساب الأموال العمومية. وأكتفي بذكر مثلين فقط لأنه هذا الشيء طويل بزاف وما كاين علاش نضيعوا وقت في هذا الشيء هذا. أكتفي بذكر مثلين فقط فيهما بعض الاستفزاز لذكاء المغاربة. زيارة قام بها وزير محترم لإسطنبول في برنامج حزبي واستقبل كوزير مكلف بكذا وكذا كقطاع حكومي، وأشرف على هيكلة جمعية تعنى بالطلبة اللي يقرأوا في تركيا، وتم فيها تنصيب ابن السيد الوزير المحترم كرئيسا لهذه الجمعية. ثم الزيارة التي قام بها السيد رئيس الحكومة نفسه لبرشلونة والتي أثارت ما أثارت والتي لم يسمح فيها لجميع المغاربة أن يلجوا القاعة لكي يتحاوروا ولكي يستمعوا ولكي يستبشروا خيرا بما يحمله السيد رئيس الحكومة من أجوبة ومن منطق جديد ومن سياسة جديدة، وقع إقصاء عدد من المغاربة وخلق مشكل للأمن الإسباني. إخواني السادة الوزراء كنطرح هذه الأسئلة باش نقول وهذا من حقنا الدستوري، كيف يسمح السادة الوزراء لأنفسهم بأن يسافروا إلى كل هذه الوجهات من العالم بأموال عمومية وبصفاتهم الحكومية وهم يتناقشون إن لم أقل كل يخصصون إن لم أقل كل فالجزء الأعظم من وقتهم للتداول ولمعالجة قضايا تهم حزبهم السياسي؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، القضية الثانية مرتبطة بما يمكن أن أسميه بغياب أو ضعف عمل الحكومة والسيد رئيس الحكومة فيما يتعلق بمعالجة المشاكل والآثار السلبية الناشئة عن تعدد وكثرة المتدخلين في ملف مغاربة العالم. تعرفون إخواني بأن المغرب ربما من البلدان القلائل التي خصصت ترسانة مؤسساتية كبيرة جدا تعنى بقضايا المغاربة العالم، عندنا واحد عدد من المتدخلين، والبرنامج الحكومي الذي استشهد به السيد رئيس الحكومة يعني يتطرق لهذا الموضوع ويعد باتخاذ ما يلزم من الإجراءات من أجل خلق التنسيق الضروري وحل الإشكالات المرتبطة بتعدد المتدخلين بما يستوجب بما يستتبعه من هدر للمال والجهد والطاقة وخلق حد معقول من التنسيق فيما بينها. الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي الله يذكره بخير بحس رجل الدولة خلق واحد اللجنة سماها اللجنة الوزارية المشتركة، فيها 15 وزير 15 قطاعات حكومية مهتمة بالقضايا ديال المغاربة. سيد رئيس الحكومة المحترم، هذه اللجنة لم تجتمع برئاستكم إلى يومنا هذا وقد مرت سنة ونصف. إذا كنا غالطين في هذه المعلومة صحورنا، معلومتنا أن اللجنة الوزارية المشتركة لم تجتمع إلى يومنا هذا، وهذا شيء يعني يؤشر ماشي دليل ولكن مؤشر ربما على أن
يعني قضايا المغاربة ليست من الأولويات الكبرى في برنامج وفي أجندة الحكومة. القضية الثالثة وهي مرتبطة بمؤشرات دالة على أن مغاربة العالم لا يشكلون أولوية قصوى في أجندة الحكومة، وأكتفي بذكر مؤشرين. المؤشر الأول هو عدم اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة سيد رئيس الحكومة حتى الآن. المؤشر الثاني هو عدم وفاء الحكومة بأي من الالتزامات الواردة في الاتفاقية اللي وقع عليها السيد رئيس الحكومة قبل ما يكون رئيس الحكومة مع منظمة ديال مؤسسة لمغاربة العالم سميتها كابسود جي اف ام، تتضمن عدة التزامات مع الجالية، التزامات ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، فيها التزامات تتعلق بالتقاعد وتتعلق بالنقل. اليوم بعد حوالي سنتين من تحمل الحكومة للمسؤولية، المسؤولون ديال هذه الجمعية هذه هي الوثيقة يؤكدون، وقد استقبلناهم البارحة واستقبلهم جميع رؤساء الفرق البرلمانية، بأن لا شيء من الالتزامات الموقع عليها في هذه الاتفاقية تحققت حتى الآن. القضية الرابعة مرتبطة بإخفاق الحكومة في أهم امتحان عشناه قبل أسابيع قليلة، وهو إقدام الحكومة الهولندية على تخفيض التعويضات الممنوحة للمغاربة. نعم، هذا امتحان أخفقت فيه الحكومة. بين يدي إخواني السادة الوزراء، إخواني السادة المستشارين المحترمين، رسالة مترجمة إلى العربية من الهولندية لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية الهولندي، رسالة وجهها لبرلمان بلده، وجهها للجنة الشؤون الاجتماعية للبرلمان الهولندي. تقول في هذه الرسالة بتاريخ 14 يناير بأن الحكومة الهولندية راسلت الحكومة المغربية منذ شهر أبريل 2012، وطالبت الحكومة المغربية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل هذا المشكل. الحكومة المغربية لم تجيب، لم تقدم أي جواب. ورئيس الوزير الهولندي تقول في هذه الرسالة: وجهت الحكومة الهولندية الدعوة للمغرب عبر مختلف القنوات للتفاوض معه دون أن تتلقى جوابا من الحكومة المغربية. ويضيف الوزير في رسالته أن الحكومة الهولندية في حالة عدم استجابة المملكة المغربية لطلبها وعدم الوصول إلى النتائج المرجوة، فإن الحكومة الهولندية ستقوم من جانب واحد، وهذا حقها، لأنه كاين هذا الشيء في الاتفاقية 1972، بأن تراجع من جانب واحد بعض المقتضيات. كانت النتيجة هي أن الآلاف من العائلات ديالنا المغاربة بهولندا أصبحوا اليوم ما تتقاضاوش إلا 60% من التعويضات اللي عائدة لهم، وهذا يعني شيء غريب يستوجب المساءلة ويستوجب تقديم التوضيحات، لأنه طيلة عام ونصف شفنا صمت مطبق للحكومة فيما يتعلق بهذا الموضوع. بل حتى السيد الوزير المشرف على قطاع الجالية ظل مترددا وصامتا، وحتى لما كيجي للبرلمان كنطرحوا عليه أسئلة لا يقدم الأجوبة الواضحة. بل واحد المرة من اشتد الضغط واشتدت احتجاجات والمطالب وقرر أن يسافر لهولندا، ورتبت الزيارات واللقاءات مع المسؤولين الهولنديين، ألغى البرنامج ديال الزيارة وفضل حضور اجتماع البلدية في إحدى الرئاسة البلديات التي يرأسها. البيانات ديال الاحتجاجات ديال المغاربة في هولندا كثيرة، تطالب الحكومة المغربية بالخروج عن صمتها. وأذكر على سبيل المثال هذه يعني من جملة أمثلة، بيان للمركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية يستنكر فيها صمت الحكومة ويقول فيها إن الإجراءات التي كشفت عنها الحكومة المغربية لتتبع هذا الملف لم تحقق أي نتيجة، تذكر أن هذه الإجراءات جاءت جد متأخرة. بعد سنة ونصف عاد بدأت الحكومة كتفصح على الموقف ديالها، لما خرج الأستاذ اليازمي وزير مكلف بالميزانية وقال بأن الحكومة تداولت وقررت التفاوض مع الحكومة الهولندية. بعد ماذا؟ بعد سنة ونصف. ولذلك سيد رئيس الحكومة، نحن نشكركم على البشرة اللي زفيتوها للمغاربة بتعميم لوراميد، ولكن في هذه الحالة ديال المتقاعدين اللي تضروا من التعويضات في هولندا ينتظرون منكم التفاتة من باب التضامن على الأقل لحل مشكل ديال غلاء التذاكر، ونحن على أبواب العودة، وحل مشكل ديال تعشير السيارات. أمر إلى القضية الخامسة وهي المتعلقة بغياب أي مبادرة جديرة بهذا الاسم، غياب أي خطة عمل جديرة بهذا الاسم لاستثمار حركية ودينامية
منظمات المجتمع المدني في بلدان والعواصم التي نواجه فيها تحديات كبيرة بشأن وحدتنا الوطنية. نعم، إننا نشكو من غياب خطة عمل ومن مبادرة بالمعنى الحقيقي للمبادرة لاستثمار كل هذا الرصيد وكل هذه الطاقات التي نتوفر عليها. انتهى الوقت سيد رئيس. إذا تكرم السيد رئيس الحكومة وتفضل علينا بواحد خمسة دقائق سنكون شاكرين. لا تجيب بالنيابة. كمل. طيب، كنت سأثير القضايا المتعلقة بالمشاركة السياسية. السيد رئيس الحكومة لما كنت في المعارضة كنت كتقولوا بأن المخزن ما باغيش المشاركة ديال المغاربة لأنه خايف الجناحات الإسلامية الأجنحة الإسلامية تطلع. أنتم اليوم في موقع القرار وعندكم الأغلبية. المخطط التشريعي ديالكم يخلو تماما من أي إشارة للجوانب المرتبطة بالمشاركة فيما عدا نقطة واحدة تتعلق بالمجلس الجالية المغربية اللي برمجتوا أنكم غتجيبوا مشروع القانون التنظيمي ديالها ما بين 2013-2014. كنت غنتكلم على القاصرين المغاربة عددهم بالآلاف، على العاملات المسلمات. كنت غنتكلم كذلك على المتقاعدين، ولكن شكرا سيد الرئيس. شكرا. لا يسمح، ربما سنسلم للسيد رئيس الحكومة. لا، عفوا، الفريق الاستقلالي.